السلام عليكم أعزائي الطلاب، هنتكلم على حساب التفاضل والتكامل 3. الوحدة الأولى الدوال في أقصى من متغير، لتكن دي مجموعة من الأزواج المرتبة تسمى fx y دالة في متغيرين إذا كانت fx y تقرن كل زوج مرتب x و y ينتمي إلى d إلى عدد حقيقي واحد يسمى fx و y. d تسمى مجال تعريف الدالة، يرمز لها أحيانا برمز d أو dfx و y. كيفية إيجاد مجال بعض الدوال؟ أولا دالة كسيرة الحدود مجالها هو d سواء تربيع. هنا بعض الأمثلة على الدوال كسرة الحدود، جميع هذه الدوال هو مجالها d يساوي r تربيع. مجال الدوال الكسرية، الدالة الكسرية تتكون من بسط ومقام، في الغالب البسط والمقام كسرات الحدود. مجال هذه الدالة هو عبارة عن r تربيع ما عدا أصفار المقام أو القيم التي تجعل المقام يساوي صفر. بعض الأمثلة fx y يساوي x تربيع ناقص y على x ناقص الواحد، هي دالة كسرية المجال بتاعها هو ايه؟ جميع القيم x و y ينتمي لR تربيع ما عدا أصفار المقام. هنا دالة تانية دالة كسرية المجال بتاعها أو مجالها هو x و y ينتمي لR تربيع ما عدا أصفار المقام. دالة تالتة هنا نفس الكلام، هنلاحظ أنها دالة كسرية المجال هو جميع القيم x و y ينتمي لR تربيع بحيث أن المقام لا يساوي الصفر. هنا المجال جميع القيم x و y ينتمي لR تربيع بحيث أن المقام لا يساوي الصفر. هنا نفس الكلام، لاحظ أن المقام قيم تربيعية هتكون يساوي صفر فقط عند القيمة صفر وصفر، إذا المجال هو R تربيع ما عدا صفر وصفر، ونكتبه على الصورة التانية المقام لا يساوي الصفر. مجال الدوال الجذرية، عندي نوعين من الدوال الجذرية، إما أن يكون الجذر فردي في هذه الحالة المجال هو R تربيع، إما أن يكون الجذر زوجي في هذه الحالة المجال هو جميع القيم x و y ينتمي للR تربيع بحيث أن ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي صفر. نعطي بعض الأمثلة، الحالة الأولى المجال هو d يساوي R تربيع، الحالة الثانية المجال هو جميع القيم x و y بحيث أن ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي الصفر. مثال آخر، هنا x و y ينتمي للR تربيع بحيث أن ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي الصفر. مثال آخر، هنا نفس الكلام x و y بحيث أن ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي الصفر. هنا برضه نفس الكلام، وجميع القيم x و y ينتمي للR تربيع بحيث أن ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي صفر. نتكلم على العمليات الجبرية الأساسية على الدوال، وهي عملية الجمع والطرح والضرب والقسمة. إذا كان لدينا دالتين، الدالة الأولى f1 في x و y مجالها هو d1، الدالة الثانية f2 في x و y مجالها هو d2، فإن مجال الدوال الناتجة من جمعهم أو الطرح أو الضرب يكون عبارة عن تقاطع المجال الأول مع المجال الثاني، ويكون بالصورة ده d يساوي d1 تقاطع d2. أما في حالة القسمة فإن المجال سيكون دي واحد تقاطع دي اثنين باستثناء أصفار المقام أو القيم التي تجعل f2 يساوي صفر. مثال، إذا كانت fx y يساوي xy ناقص 5 على جذر y ناقص x تربيع، أوجد مجال الدالة ثم أوجد f of 2 و 5 و f of ناقص 1 و 2. الدالة الأولى f1 هي دالة كسرة الحدود مجالها هو r تربيع، الدالة الثانية هي دالة جذرية ذات أس زوجي مجالها هو x و y ينتمي لR تربيع بحيث أن ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي الصفر. إذا مجال الدالة أو خارج القسمة هو x و y ينتمي لR تربيع بحيث أن y ناقص x تربيع أكبر من الصفر. كما موضح بالشكل فإن المجال هو جميع النقاط داخل القطع المكافئ. هنوجد f في ناقص 1 و 2، هنعوض عن x بناقص 1 والy ب 2 يساوي ناقص 7. هنوجد f في 2 و 5، هنعوض عن x ب 2 و y ب 5، النتيجة تكون يساوي 5. مثال،
إذا كان f x y يساوي 2 x ناقص y تربيع، أوجد مجال الدالة وأوجد قيمة f في ناقص 2 و5 و f في 0 وناقص 2. الدالة هي دالة كسرة حدود المجال بتاعها r تربيع. عشان نوجد f ناقص 2 و5 و f في 0 وناقص 2، نعوض عن x بناقص 2 و y ب5، وهنا نعوض عن x ب0 و y بناقص 2، النتيجة تبقى ناقص 35 وناقص 25. المجال هو جميع القيم r تربيع. مثال: إذا كانت الدالة f x و y يساوي جذر 25 ناقص x تربيع ناقص y تربيع، أوجد مجال الدالة. حيث أن الدالة f x و y هي دالة جذرية ذات أس زوجي، فإن مجال هذه الدالة هو جميع القيم x و y ينتمي لل r تربيع، بحيث أن ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي الصفر. هذا المجال يمثل جميع النقاط التي على محيط الدائرة وداخل الدائرة.